حلقه مع الواد رامز كلام. اخواتي اهلا بيكم في فيديو جديد يا جماعه. الفيديو ده دمار. فيديو هنتكلم عن فبركه برنامج رامز جلال وبالدليل والفيديو ومين بعض الضيوف اللي هيكونوا معاه السنه دي والبرنامج فكره مين وهيتصور فين وكل التفاصيل دي. قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده ما تنساش وتعمل اشتراك القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو انت بتحمل اشتراك يعني. ويلا بينا يلا خبر يهمك مع احمد مطوع. مش عارف يا جماعه حاسس ان انا طفشت ليه؟ استنوا كده. طب انا حاطط المايك دلوقتي فهمني ازاي؟ الناس يا جماعه متابعانا تيك توك مش عارف ايه الموضوع بالظبط، كل شويه حاضر يومين للاكونت، كل شويه مش عارف ايه الموضوع. بصراحه انا قرفت منه يعني، وعشان كده جيت على منصه التيك توك اليوتيوب قصدي تيك توك ايه منصه اليوتيوب. فيا جماعه دعموني وايه تلاقي فيديوهات اكتر هنا على اليوتيوب الفتره اللي جايه. فيعني اعملوا هنا اشتراك القناه وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدا على طول. يلا بينا خبر يهمك مع احمد مطوع. ايه حكايه رامز جلال اللي هيكون في رمضان ده وقصته ايه ومين هو اللي فكره البرنامج بتاعت مين ومين المشرف عليه او اللي بيموله يعني، وهيكون في دوله ايه ومين الضيوف ومين بقى؟ هجيب لكم الفيديو يا جماعه النهارده بالفيديو فبركه برنامج رامز جلال بالدليل القاطع اللي ملهاش بقى ايه. ما حدش يقول لي ايه بقى لا ده انت مش عارف ايه، لا ده جايه بقى من القلب بقى، جايه بص من الضيوف نفسهم. هنتكلم في الفيديو ده طبعا ضيوف السنه دي، مش السنه اللي فاتت ولا السنه اللي جايه ولا الكلام ده كله، ضيوف السنه دي. تعال بس نقول ايه الاول مين هو صاحب فكره طبعا رامز جلال او برنامج رامز جلال، مقلب رامز جلال السنه دي هو تركي الشيخ، هو صاحب فكره برنامج رامز جلال السنه دي. طب البرنامج بقى يا جماعه طبعا ايه، صرح كده يعني تصريح خبيث كده في بعض المؤتمرات اللي كانت معموله في الرياض لو فاكرين، وقال ايه ده انا عايز الفنان محمد عبده اعمل فيه مقلب. طبعا ايه يعني ايه، بعد كده راح قال لك طب ده محمد عبده الموضوع هيبقى على الارض والكلام ده. فطبعا إيه عرفنا على طول ان البرنامج هيتصور في المملكه العربيه السعوديه، فخلاص البرنامج بتاع رامز جلال او المقلب الجديد هيكون في المملكه العربيه السعوديه خلاص. فكره مين بقى يا جماعه؟ فكره زي ما قلنا تركي الشيخ واشراف تركي الشيخ، يعني فكره تركي الشيخ واشراف الكلام بفلوس يا جماعه. الموضوع ما اسيبكم انتوا واخدين بالكم، معاك فلوس عد يا باشا وحط فكره برنامج واعمل اللي انت عايزه خلاص. فالبرنامج هيكون فكره المستشار تركي الشيخ وطبعا ايه تمويل قصدي يعني اشراف تركي الشيخ. نيجي بقى للمهم وهو فبركه برنامج رامز جلال. عرفت منين يا عم احمد اللي هو متفبرك؟ قول لي الكلام انت عملت الاشاعات اللي انت عملت تطلعها على البرنامج دي، برنامج يعني ايه متفبرك؟ هقول لكم يعني ايه البرنامج متفبرك. هو انت لسه قعدت تشترك؟ اعمل يا عم لايك للفيديو يا عم ما تكسلش. معلش يا جماعه انت هتلاقوني كل شويه كده يعني الواحد ايه بيحس ان هو مروش كده وسط الفيديو. المهم يا جماعه فبركه برنامج رامز جلال كانت على لسان المستشار مرتضى منصور في بعض اللقاءات طبعا بعد مباراه الوداد اللي خسروا فيها دي، وطلع قال لك ان ابو جبل بقى له 10 ايام بيتحايل عليه عشان ياخد جواز السفر بتاعه عشان يروح يعمل ايه؟ عشان يروح يمضي للنادي السعودي ولا الكلام ده كله؟ لا، عشان يطلع مع رامز جلال في برنامجه في رمضان اللي جاي. وكان من قبله مين؟ غالبا زيزو برضو من ضمن الضيوف اللي هيكونوا في برنامج رامز جلال في رمضان اللي جاي. فيعني ابو جبل مش عارفين هو راح صور ولا لا، بس هو كان عامل لي زن على تركي على يعني مرتضى منصور عشان ياخد جواز السفر بتاعه. فبالتالي عمك ابو جبل عارف ان هو رايح يصور مع مين؟ مع رامز جلال. فيا جماعه الموضوع كله اتفاق، هو حتى قالها مرتضى منصور قالك ان البرنامج كله يعني ايه اتفاقات في اتفاقات واخدين بالكم، ومن قبلها زيزو. فمرتضى منصور تقريبا فضحه. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني. لكن ابو جبل قالوا 10 ايام ركز معايا انا فين، عايز جواز سفر عشان يروح يعمل حلقه مع الواد رامز كلام تاني او انت فضحه عايز جواز سفر مش مركز 18 مش مركز 18 ده برضه اللي فيها اول لعب الماتش بتاع المغرب والوداد ودخل فيه 3 اجوان تفكيره كله في رامز على الشير تاني قول اهو اول مره رامز عايز يرجع سبتهم لغايه ما الجماهير طقت عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لك اصل انا بس انت طيب يعني منتشر شوف عمل ايه في الولاد حملنا قرف عايز يوصل سفره عشان يعمل حلقه مع رامز جلال متفق مع بعض بس بصوا بقى احنا صورة شغل عيال صغيره قاعد مع نواف اصل انا عملت تركيب النواف خلي نواف يشرب. ده كلام مرتضى منصور زي ما شفتوا كده طبعا عن
برنامج رامز جلال وتصوير ابو جبل، وكلم بعض الحاجات كده برضو عن موضوع زيزو. غالبا زيزو برضو هيكون من ضمن الضيوف. طبعا في الفيديوهات اللي جايه هنقول لكم يعني ايه مين بقيه الضيوف اللي هيكونوا مع رامز جلال، بس ده في البدايه يعني. يعني ده بالصوت والصوره زي ما شفتوا كده، مرتضى منصور فاضح رامز جلال. عرف الناس اللي هم متفقين، يعني ابو جبل عمال يزن عليه عشان ياخد منه جوازات سفر. انتوا عارفين اللعيبه بيبقى النادي طبعا بتاعهم واخد منهم جوازات سفر والكلام ده عشان طبعا ايه السفريات وكده. فهو يعني كان عايز من النادي طبعا جواز السفر عشان يسافر لرامز جلال عشان يحمل معاه المقلب اللي هو ايه اللي هم متفقين مع بعض فيه والكلام ده كله. فاصبح ان البرنامج ميت فابريك يعني كده عرفنا. يعني احنا كنا السنوات اللي فاتت دي كلها طبعا يا جماعه ده ما يمنعش ان احنا بنتفرج على رامز ونهزر، وكلنا بنتفرج وانا بتفرج انا كمان، بس يعني ايه كان بيجي يقول لك لا مش ميت فابريك، مصداقيه البرنامج ايه الكلام ده كله. ف يعني البرنامج عارفين انتوا شو واخدين بالكم، واحنا بنتفرج وحاجه حلوه وبنضحك وبنهزر، وكل ما يحب يشوف ردود الافعال والكلام ده كله. ولكن هو في الاخر يعني ايه يعني تجاره، يعني اللعيب بياخد له قرشين والنادي طبعا قصدي البرنامج يعني بيضرب مشاهدات في رمضان والكلام ده كله، ولكن في الاخر احنا بنستمتع وبنضحك ونهزر. ولكن انا حبيت ان انا يعني ايه اشارك معاكم يعني ايه اعتراف مرتضى منصور بان الموضوع البرنامج بتاع رامز جلال ميت فابريك، وان ابو جبل يعني ايه متفق مع رامز، وان هم كان عايز جواز السفر طبعا من النادي عشان يروح يصور يعني مع البرنامج وكده في الاذاعه في رمضان وكل التفاصيل دي. وعرفنا طبعا ان هو من تأليف تركي الشيخ والقصه دي كلها. فانتظر بقى الفيديوهات اللي جايه كده، قلنا لكم بالدليل موضوع فبراكه رامز جلال او برنامج او مقلب رامز جلال اللي هيكون في رمضان اللي جاي. انتظروا بقى في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم بقى مين الضيوف وكل التفاصيل والبرنامج هيكون ايه بالظبط وفكرته ايه وكل الليله دي في الفيديوهات اللي جايه. ما تنساش لو انت لسه مش عامل طبعا لايك للفيديو ده اعمل لايك، عشان طبعا ده بيشجعنا ان احنا ننزل لكم فيديوهات اكتر. وفي نفس الوقت لو مش عامل اشتراك القناه اول مره تدخل عندنا القناه، يا ريت تعمل اشتراك القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي جايه اول باول. اشوفكم بخير وفيديو جاي حبايبي. Thank you.